الحكومة الإسرائيلية أدركت أن النضال الفلسطيني مسألة حتمية، يعني مواجهة الفصائل الفلسطينية، تقويض التنظيمات الفلسطينية، حصار قطاع غزة لم يحل دون استمرار العمل النضال الفلسطيني، كما يعني رصدتم على شاشتكم في أكثر من مرة بحكم أن هناك أعمال نضالية فردية مورست تحديدا من مناطق الضفة الغربية. على هذا الأساس ترى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إذا كان النضال الفلسطيني مسألة حتمية، فليكن النضال الفلسطيني في الحيز المكاني الأقل ضررا لدولة الاحتلال الإسرائيلي. الحيز المكاني الأقل ضررا هي مناطق الضفة الغربية. تدرك سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنه لابد من أن يكون هناك مواجهة واشتباك مع الفلسطينيين، تقوم على عملية استنزاف طاقة الفلسطينيين بشكل لا يؤثر على مجرى الحياة اليومية للإسرائيلي. هذا الأمر مورس حتى يعني فترة قريبة، لكن بدأت يعني بعض العمليات تسير باتجاه الأراضي المحتلة عام 48 منذ سنتين. تحاول الآن سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال إطلاق المستوطنين لمواجهة مفتوحة مع الفلسطينيين، وبالمناسبة ليس فقط في منطقة حوارة وإنما في مناطق أخرى في الضفة الغربية، إلى استنزاف طاقة الفلسطيني في هذه المنطقة. مضافا إلى ذلك أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع يمكن تقسيمه إلى قسمين من حيث درجة الاستجابة للنضال الوطني الفلسطيني. الشريحة الأولى هي الشريحة غير مستعدة لعيش حالة العنف، وهؤلاء معظمهم في المدن الفلسطينية في الداخل المحتل، الذين يعتبروا أي حالة عنف ما بين الطرفين هي دافع أو عامل طرد من هذه المناطق، ولديهم خيارات أخرى للخروج من هذه المنطقة. لكن الشريحة الثانية هي شريحة مستعدة للاستجابة مع حالة العنف بشكل يعني مختلف تماما، والانخراط في حالة العنف هذه، وهم غالبا سكان المستوطنات من المؤدلجين. وبالتالي هي في هذه الحالة تحقق يعني هدفين: الهدف الأول حصر النضال الوطني الفلسطيني في البقعة الجغرافية التي لا تؤثر على المجتمع الإسرائيلي، وفي أسوأ الظروف أولئك الذين قد يتأثروا من حالة العنف هم المستعدين نفسيا وأيديولوجيا للانخراط فيها. مضافا إلى ذلك، إسرائيل تريد من خلال ممارسة هذا العنف وتحديدا إطلاق المستوطنين لممارسة هذا العنف أن تعاقب الفلسطينيين بشكل جماعي. هذا الأمر ليس بالاستراتيجية الجديدة لدى الاحتلال الإسرائيلي، لكن يعني دفع المستوطنين للقيام بهذه المهمة هي جزء من محاولة برأيي يعني بائسة لإفقاد الفلسطيني الذي يسعى إلى مناوئة الاحتلال الإسرائيلي أي حاضنة جماهيرية، أو صحيح. بعبارات يعني أخف، إفقاد الفلسطيني المناضل التأييد الجماهيري من خلال تحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم كما حصل في حوارة. وهناك يعني سبب أخير يمكن الإشارة إليه، أن ممارسة مثل هذا النوع من العنف يمكن تصويره في الإعلام الإسرائيلي على أنه خطر حقيقي على الإسرائيليين أيا كان وجود هذا الإسرائيلي، مما قد يساعد الحكومة الإسرائيلية الحالية على تجاوز الأزمات الداخلية التي تعاني منها. وهذا بالأسلوب أيضا المكرر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أنه كلما كان هناك ضغط على المستوى الداخلي، وهو بالمناسبة ضغط غير مرتبط بنا كفلسطينيين وإنما مرتبط بقضايا داخلية أهمها الملف القضائي والقضايا الاجتماعية والاقتصادية من قبل هذه الحكومة، خلق حالة العنف في هذه المنطقة أو يعني إيهام المجتمع الإسرائيلي بأن هناك خطر حقيقي يمكن أن يحدث إذا ما استمرت هذه العمليات النضالية، هذا يعطي الحكومة الإسرائيلية مساحة أوسع للتحرك ويعفيها من بعض الضغط الموجود الذي يعني بدأ منذ أن تشكلت هذه الحكومة الإسرائيلية على شكل مسيرات أو إضرابات وما إلى ذلك. الأمر الآخر أنه في ظل الانشغال الإسرائيلي الداخلي في قضايا داخلية غير مرتبطة بنا كفلسطينيين، تجد الحكومة الإسرائيلية أنه الأصوات المعارضة للخطوات الإسرائيلية المتعلقة بالفلسطينيين أصوات ضعيفة جدا، لأنه لديها أولويات أخرى مختلفة، بمعنى أنه جهد
المعارضة الإسرائيلية للحكومة الحالية مستنفذ ومستهلك في قضايا داخلية مرتبطة بمحاولة الحفاظ على علمانية دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تهددها الحكومة الحالية. لكن أي استفزازات أو عمل طائش ليس فقط في السياق القومي مثل ما حدث أمس يعود بالسلب أيضا على المستوطنين وعلى إسرائيل، يعني كردود فعل سواء يعني من الشباب المقاوم الفلسطيني أو من يعني زيادة عدد الجرائم في ملف الجرائم أمام المحاكم الدولية. هذا صحيح، لكن المسألة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي ليست اختيارا ما بين مسألتين، حالة هدوء و حالة عنف. المسألة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي حالة نضال متحكم بها في مناطق أثرها محدود جدا على الإسرائيلي، أم حالة نضال عامة شاملة قد تصل أثرها إلى الأراضي المحتلة عام 48؟ وبالتالي هي تفضل هذا الخيار الذي يحصر المواجهة في حيز مكاني يتأثر به الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين. وبالتالي ما يجري حاليا في الضفة الغربية هو محاولة يعني السيطرة على العنف في منطقة محددة كانت سابقا في مداخل المدن، في مداخل القرى، في مداخل المخيمات، لكن الآن دخلت إلى الساحة عنصر المستوطنين بقوة. ويجب أن لا نغفل عن مسألة مهمة، إنه في هناك فرق وفجوة ما بين مقدرات الفلسطينيين العزل وما بين مقدرات المستوطنين. نحن لا نتحدث عن مدنيين إسرائيليين، وإن أسماهم الإعلام كذلك الإعلام الإسرائيلي، نحن نتحدث عن جيش مسلح يخدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي بعض الأحيان يحمل السلاح بلباس مدني. يعني نحن لا نتحدث عن جهتين مختلفتين، جهة واحدة أحيانا ينفذ الأوامر بينفذ العمل العسكري والعنف بأمر عسكري، وأحيانا ينفذه بدعم المؤسسة العسكرية، بغطاء المؤسسة العسكرية كما حدث بالأمس في حوارة.